اسمح لي أستاذ علي إن احنا يبدو إن المسيرة مسيرة إحياء ذكرى جيكا اتحركت بالفعل من طلعت حرب. ومعنا على التليفون زميلنا مراسل سي بي سي حاتم إناوي من محيط المسيرة. حاتم، إيه اللي حصل والمسيرة اتجهت إلى فين؟ هي بداية المسيرة اتجهت بعد أن انتهت من وقفتها في ميدان طلعت حرب إلى نقابة الصحفيين. بعد حوالي ما يقرب من 10 دقائق بدأت قوات الأمن بالتحرك باتجاه النقابة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات كلامية ولفظية بين المتظاهرين وبين القوات. اتحركت بعد ذلك الجموع المجتمعة لإحياء ذكرى شهيد جابر صلاح الشهيد بجيكا إلى شارع عبد الخالق ثروت، حيث أقف الآن قوات الأمن أمامي. المشهد كالآتي: قوات الأمن تقوم برشف المتظاهرين بالمياه، بينما المتظاهرون الآن أمامها يرددون بعض العبارات المسيئة تجاه قوات الأمن. الأمر إلى الآن لا يحدث أي اشتباكات قوية، اللهم إلا بعض الاشتباكات كما قلت اللفظية بين المتظاهرين وبين قوات الأمن. الآن بينما أنا أتحدث إليك عادت مرة أخرى الاشتباكات اللفظية من جديد، وقوات الأمن والعربات المصفحة تقوم بالاقتراب شيئا فشيئا من الجموع المجتمعة في شارع عبد الخالق ثروت. طب حاتم، هي المسيرة بتحاول الاتجاه لفين بالضبط؟ إلى بيت جابر صلاح شهير بجيكا لإحياء الذكرى. المسيرة بتحاول تروح فين يا حاتم؟ ستتجه إلى بيت جابر صلاح جيكا لتقوم باستكمال الاحتفالية والتي مقامة الآن. بينما أنا أتحدث إليك سيارة الشرطة الآن تتجه كمسرعة باتجاه المتظاهرين، وقوات الأمن يسارعون ناحية المتظاهرين. هناك حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وبين المتظاهرين. طيب حاتم، إحنا حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وبين قوات الأمن. حاتم، أعداد الموجودين من المتظاهرين قد إيه؟ إحنا شايفين عشرات فقط من المتظاهرين إحياء لذكرى جيكا، مظبوط؟ ألو؟ إحنا سامعينك يا حاتم. نعم معك. إحنا شايفين مشاهدين، اسمح لي يا حاتم أوصف بس المشهد للسادة المشاهدين. إحنا شايفين زي ما حضراتكم بتتابعونا عدد عشرات من المتظاهرين اللي بيرجعوا دلوقتي، سيارة مكافحة الشغب وعدد من قوات الأمن بيطاردوا المتظاهرين في أحد شوارع وسط المدينة. تقريبا انفضت هذه التظاهرة اللي كانت موجودة في وسط البلد، وجود سيارة مكافحة الشغب، وجود عدد من الجنود التابعين لقوات الأمن المركزي في منطقة طلعت حرب وما يحيطها من شوارع، وهروب المشاركين في هذه المسيرة الخاصة بإحياء ذكرى الشهيد جيكا. هذه المسيرة كانت تحاول الوصول إلى منزل جيكا، ولكن حالت بين المتظاهرين وبين الوصول إلى منزله قوات الأمن وجنود الأمن المركزي وسيارات مكافحة الشغب وسيارات الحماية المدنية. حاتم، أنت لسه معانا على الهاتف؟ نعم ما زلت معك. نحن الآن تحديدا أمام البنك المركزي المصري. سيارات كما قلت سيارات الشرطة الآن قامت بفض شبه فض المظاهرة التي كانت المسيرة التي كانت في اتجاه بيت شهيد جابر صلاح جيكا. أرى أمامي أيضا سيارة إطفاء تسير خلفهم. تفرق المتظاهرون إلى شوارع عديدة بسبب الدفاع لقوات الأمن. الآن مرة أخرى عادت بينما أتحدث معك قوات قوات الأمن تسرع باتجاه المتظاهرين. سأحاول أن أسير خلفهم لمعرفة إلى أين يتجهون. طب حاتم، عايز أتأكد من حاجة، هي ليه قوات الأمن تدخلت؟ هل عدم حصول المتظاهرين على التصريح بالتظاهر، ولا إيه السبب على وجه التحديد؟ منذ بداية التظاهرة كانت هناك عبارات مناوئة ضد قوات الأمن كانت تصدر من المتظاهرين الذين كانوا بداية في ميدان طلعت حرب. وعندما كما قلت عندما وصلت المسيرة إلى نقابة الصحفيين ازدادت هذه الوثيقة النبرة، مما أدى إلى حدوث كما قلت أيضا ما يشبه المشادة الكلامية بين قوات الأمن وبين المتظاهرين الذين رفضوا عبارات مناهضة ضد قوات الأمن وربهم، وشددوا على ربهم الكبير لقانون التظاهر الذي صدر. وكما قال لي أحد المتظاهرين أنهم في تمام الساعة الرابعة سيتجهون إلى مجلس الشورى لاستكمال وقفتهم وإظهار تعبيرهم عن رفضهم لقانون التظاهر الذي صدر منذ أيام قليلة. إليك عليك.
إذن ما زالت قوات الأمن حتى الآن بتلاحق المتظاهرين حاتم؟ قوات الأمن الآن وقفت، لا أرى، لا أستطيع أن أرى الآن المتظاهرين بسبب كثرة أعداد قوات الأمن، وهناك بالتحديد عربتان مصطفحتان تسير خلفهم سيارة إطفاء. المتظاهرون انتشروا في الشوارع الفرعية بسبب الحالات الشر التي كانوا يقومون بها. الآن الذي أستطيع أن أراه بالتحديد هي قوات الأمن، لا أستطيع أن أرى المتظاهرين. طب في إلقاء قبض على أي من المتظاهرين يا حاتم قدامك؟ إلى الآن لم أرى اللهم إلا من بعض حالات طلب كشف إثبات الهوية التي تقوم بها قوات الأمن لعدد من المشاركين في المظاهرة الذين لم يتمكنوا من السير والرد بقوة مع زملائهم. هناك رأيت بعيني قوات الأمن تطلب منهم كشف هويتهم، إلى أنه لم أرى إلى الآن حالات قبض عليهم. الأعداد اللي كانت بتتظاهر قد إيه يا حاتم من المتظاهرين؟ أرى الآن أحد المتظاهرين تم القبض عليه، بينما أتحدث إليك قوات الأمن الآن تقوم بسحب شاب إلى عربة مصفحة بعد أن تم القبض عليه. هذا ما أراه أمامي الآن. حاتم عندك معلومات العدد كان كم؟ المتظاهرون كانوا يقدروا بما يقرب من ما بين 50 و100، لا يزيدون عن هذا. ما بين 50 و100. طيب احنا ما زلنا بنتابع معاك حاتم قناوي زميلنا، وبنتابع مع السادة المشاهدين هذه المظاهرة التي قامت قوات الأمن بمنعها من الوصول إلى منزل الشهيد جابر صلاح الشهير بجيكا في منطقة وسط البلد. زي ما حضراتكم شايفين تنصرف الآن أو تتحرك الآن سيارات مكافحة الشغب، ومن خلفها سيارة الحماية المدنية، عدد كبير من قوات الأمن المركزي موجود في وسط المدينة بعد محاولة هذه المظاهرة التي كانت تحيي ذكرى الشهيد جيكا الوصول إلى منزله. هذه المظاهرة زي ما زميلنا حاتم قناوي نقل لنا كانت هتحاول وصول إلى منزل جيكا، ثم في الساعة 4 مساء كانت ستتوجه إلى مبنى مجلس الشورى لإعلان رفضها لقانون التظاهر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية منذ عدة أيام.